مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، يوم سعيد باذن الله وفقره جديده من فقراتنا في هذا الصباح. الحقيقه مبادره مهمه جدا وايجابيه جدا بتقوم بها وزاره الثقافه، بتطلق مبادره اقرا لطفلك وتخلص من سطوه السوشيال ميديا. الحقيقه كلنا ملاحظين في الفتره الاخيره قد ايه الاطفال الصغيرين اصبح التعلق بالموبايل وبالسوشيال ميديا وبالكرتون وبالتلفزيون وبكل الوسائل الالكترونيه تعلق شديد جدا جدا جدا، وبنشوف قد ايه التاثير اللي بيكون على الطفل لما بتسحب منه الموبايل او تسحب تطفي التلفزيون او اي حاجه الكترونيه، طبعا يعني بتحس ان في مصيبه بتحصل. هي المبادره اللي اطلقتها وزاره الثقافه في قصر ثقافه مطروح ان انت تحاول تدريجيا تقرا لطفلك، تحاول ان انت تدخله في زي ما بيقولوا كده انك تسحب السوشيال ميديا منه جزئيا لحد ما يبتدي يحاول يقرا ويحاول يرجع لفكره زمان اللي كنا بنعمله، فكره نروح قصر الثقافه نتعلم كمبيوتر ونقرا قصص ونعمل حكايات والعاب. الحقيقه الموضوع ده كان مؤثر ايجابي جدا جدا على الفترة اللي كنا فيها احنا اطفال، شخصيا كنا مرتبطين جدا بفكرة قصور الثقافة وان احنا نذهب للاماكن اللي فيها زي ما بيقولوا انشطة ذهنية وانشطة فكرية، لكن دلوقتي الحقيقة الموضوع اختلف تماما، اصبح السوشيال ميديا والموبايلات هي المسيطرة على الاطفال بشكل كبير جدا. دي مبادرة مشكورة جدا من وزارة الثقافة ومن قصور الثقافة قد ايه نحاول ان احنا ندخل الاطفال ونرجعهم لفكرة المنتاليتي أو الحاجات العقلية أكتر من المشاهدات اللي أثرت فعلا في الجهاز العصبي الخاص بهم. ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهاردة، دكتور محمد محمود صبرة أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي بالجامعة الأمريكية. مشرفنا يا دكتور، يومك سعيد إن شاء الله. بشكل عام كده قبل ما نخش في المبادرة، المشاكل اللي بتشوفها من السوشيال ميديا، اعتقد الموضوع بقت الفجوه كبيره جدا في المشكله دي واصبحت ملحوظه بشكل واضح وفي شكوى متكرره من الاسر دلوقتي. هو بالفعل حضرتك معظم المشاكل اللي بتقابلنا في الوقت الحالي ومن السوشيال ميديا ان معظم الاباء والامهات بيعانوا الويلات من السوشيال ميديا واثارها على السلوكيات الخاصه بالاطفال. العالم الافتراضي هو عالم جميل جدا وسري، سري بالبيئه المثيره الغنيه من مؤثرات صوتيه ومؤثرات بصريه. هذه المؤثرات بأثر على الطفل بتاخده من العالم اللي هو الواقع بتاعنا، العالم الافتراضي اللي هو اللي بوصل للطفل لمرحلة إدمان الإنترنت أو إدمان الوسائل الإلكترونية. الأثر السلبي قبل ما يكون اللي هو في مرحلة اللي الطفل مش قادر يدرك مدى المخاطر أو مدى المشكلة اللي هو بيعاني منها، مش قادر يقيم الموقف اللي هو فيه. الآباء والأمهات بيبدأوا يشوفوا مجموعة سلوكيات لا توافقية تمثل على سبيل المثال زي العناد، العصبية الزايدة، اضافه ان موضوع التحصيل الاكاديمي والتحصيل الدراسي، الطفل دايما باستمرار عنده مشكله في قصور في الانتباه والتركيز والذاكره وخلافه. اضافه ان بعض الاطفال اللي حضرتك بيتم تعرضهم للسوشيال ميديا بشكل كبير جدا في مرحله عمريه مبكره قد يصاب باضطراب تيف الذاتويه اللي هو التوحد في عمر مبكر، عمر مثلا سيمي عمر سنه ونص او عمر سنتين لعمر فيما فوق. طبعا دي بعض الاشكاليات اللي بيكون ليها صدى على المدى القريب مش البعيد، في بيطلع مشكلات زي مثلا اضطراب تيف التوحد الذاتويه، الطفل عنده انشغال بالذات مش قادر على درجه الشده نفسها، ما بيقدرش يعرف، ممكن يوصل لمرحله في اضطراب التوحد الشديد مش قادر يقيم او يقدر يعرف يشخص والده او والدته او يعرف والده او والدته او البيئه المحيطه اللي حوالين منه. في عالم تاني خاص، وده خاص الاطفال اللي هم ابنورمال اللي هم سبيشال نيدز. اضافه للاطفال الطبيعيين بينتج عن بعض السلوكيات زي ما قلنا من شويه اللي هو العناد، العصبيه الزايده، السلوكيات اللا توافقيه، الانسحاب الاجتماعي والعزله الاجتماعيه. بنلاقي الطفل باستمرار قاعد منعزل في وحده لوحده بعيد عن الاب عن الام عن المشاركه مع الاصدقاء. كل هذه الاشكاليات بتحطنا في نقطه صداها على مستوى التحصيل الاكاديمي صعب، ان انا ابني شخصيه مصريه، هذه الشخصيه اللي ان شاء الله عز وجل كلنا بنامل كل اب مننا وكل ام بتامل ان ابنها يكون قائد جميل في المستقبل او مشروع طفل يمسك مفاصل الدوله، كان دكتور او مهندس او محامي او طبيب او معلم ايا كانت المهنه، فهو حلم ومشروع لكل اب وام. السوشيال ميديا بتهدم في وقت قصير جدا، واحنا اباء برضه بنبدا يعني نتشارك في هذا الحدث، في هذا الفعل. فكره الاستسهال بقى، انت سيب الموبايل عشان ينزل ايه
يعني ما يوجعش دماغك بقى شويه، فانت تسيب له الموبايل بقى عشان ايه يحل عند دماغك شويه بقى. صح يعني. هو فعلا حضرتك فعلا في ظل الجيل الجديد، يعني انا اعتبر بقى ان يعني شخص الجيل الجديد في الاعمار الزمنيه مثلا من 7 8 سنوات، معظم الامهات وبرضه الاباء برضه عشان ما نخش الضوء على الامهات فقط، بدا يستسهل. يعني طالع مش طالع رجع من الشغل في قمه الارهاق وقمه التعب وقمه الخجل، فابني يعمل معايا حوار، لا خد الموبايل اتفرج على الفيديو اللي بتحبه، واتفرج على البرنامج اللي بتحبه وهكذا. وكذلك برضو الامهات برضو خلاص هي نفسها اصلا ادمنت السوشيال ميديا. يعني حالا دلوقتي حضرتك لما تخش على مثلا يعني على كوفيهات او الاسره نفسها، فتلاقي كل اب نفسه الاب هو اصلا محتاج يتعالج قبل الطفل نفسه. فتلاقي الاب والام الاثنين قاعدين على الفيسبوك او اي وسيله تواصل اجتماعي انستجرام او خلافه، هما الاثنين في حاله انشغال تام عن الاولاد. فبالتالي الطفل اصلا قال وانقضه، هو واخد البيرنت واخد الاب والام نماذج حيه، شايف الاب قاعد على الموبايل بتاعه، شايف الام هكذا. فطبعا بالطبيعي ان كنتوا حضراتكم الاثنين نماذج حيه، مفيش حوار فعال. فبالتالي انا برضو من حقي ان انا امسك برضو الموبايل بتاعي واشتغل عليه، وبالتالي الموبايل يبدا بقى يصدر لي البيئه المثيره الغنيه اللي زي ما اتفقنا من شويه، اللي منها بالمسيرات السمعيه والمسيرات البصريه. وبالتالي الاب والام برضو لما بيجي فيما بعد عشان اسحب منك الموبايل واتدارك المشاكل بقى اللي بتجيلي زي عدوان وعصبيه وخجل زايد، لما اجي اخد ابني في موقف اجتماعي او في حفله ما او مكان معين، فلاقي ابني في حاله انسحاب وعزله، لما ابدا استكشف ان في حاجه غلط في مرحله الادراك والوعي، فنوصل لمرحله العلاج، فنلاقي بقى البيرنت الاب والام بيوصلوا لمرحله يعني ادراك مرحله الكبت. فتلاقي الاب بيوصل لمرحله ان انا ابني اللي انا فضلت يعني اجتهد في حياتي الاكاديميه والتعليميه والمهنيه ودخلت على مشروع زواج عشان اعد هذا الطفل الجميل دوت، فانا ابني بيضيع مني في وقت مبكر. فنخش في حاله كونفليكت، صراع بقى من الاب والام وبين فرحه العلاج وبين الطفل نفسه. ده كمان بيخلينا بنتكلم على فكره انه بيوصل مرحله العلاج بقى، ان هو مش ما بقاش شخص طبيعي، يعني هنا كده محتاج بقى استشاره نفسيه بشكل واضح يعني. بالظبط، لما نوصل لمرحله العلاج محتاج فعلا طبعا محتاج خطه علاجيه كبيره جدا، وهذه الخطه تكون فيها تكامل ما بين الاسره نفسها وما بين المعالج نفسه او الطبيب المختص او الاستشاري المختص في هذه الجزئيه. طيب دكتور محمد بقى عايز اسال حضرتك تحديدا، امتى الاسره تشعر ان الولد ده في خطر بقى؟ حتى لو سنه صغير، مش لازم نستنى لما يبقى عنده 20 سنه ونقول لا اصل هو الوقت عنده مشكله. متى تشعر الاسره بالظبط، وبالذات لو مثلا لحد من 0 ل 10 او من 0 ل 10 سنين، متى تشعر الاسره ان في خطر حقيقي في الوقت ده بقى ولازم تتدخل، سواء تتدخل هي باستشاره وتبتدي هي تطبق التعليمات، او حتى تاخد الطفل الاستشاره النفسيه عشان نشوف حل للموضوع ده. طب تمام، هو حضرتك يعني بداية كده ان شاء الله، يعني لو قلنا الطفل من عمر واحد لاثنين، من سنة لسنتين، المفترض يكون في الطفل في تواصل بصري، وما يتعرضش خالص لأي حاجة من أنواع المثيرات العصبية أو النفسية أو التلفزيون حتى أو الكرتون، لأن ده بيأثر فيه بشكل واضح يعني. طبعا بيأثر على الوظائف التنفيذية الخاصة بعملية الإدراك. ربنا سبحانه وتعالى يعني إدانا كده حبة حاجات جميلة كده في 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 حجم الجمجمة عندنا، عادات خاصة بالإدراك زي الانتباه والتركيز، ودي يكون لها أثر في تكوين تشكيل اللي هو الذاكرة اللي بعدها بتشكل الإدراك. لما الطفل من عمر سنة سنتين، في الغالب معظم الأمهات بيستسهلوا، خلاص أنا هنام شوية، أنا أروح شغلي، أنا مش فاضية، أنا بعد مائدة، أنا بكلم مامتي، أيا كان، بيحط موبايل قدام الطفل أو يفتح التلفزيون قدام الطفل وتبدأ تعمل مهامها أو بتستمتع بحاجة معينة. في المرحلة دي الطفل وظائف الادراك اللي هي خاصه بالانتباه والتركيز والذاكره تبدا تضعف، تكمن، بتبقى في مرحله الضعف التام. وبالتالي هنا بيوصل التاثير السلبي في قصور في التواصل البصري. يعني اجي ابص كده للطفل بينبطل العين، مش عارف يبص في عينك، بلاقي الاي كونتاكت مش موجود، واقع مني، اجي اعمل مثلا اشاره صوتيه او اشاره لفظيه ايا كان، برضه مش مستجيب في المرحله دي تبقى دي مؤشرات الانديكيتور ان الولد ده مصاب باضطراب في الطفل التوحد. طيب ده في حتى بعض الحين تنده له ما يردش عليك، تجاهل تام، هو مندمج كمان في الموضوع، فما مش معاك اصلا، هو مش هو عنده اصبح عنده حاجه اسمها خلل في الادراك،
خلل في الادراك، الادراك عنده مش قادر يتكون ان في حد حي، نموذج حي بيتفاعل معايا، وبالتالي عنده ضعف في الادراك عشان المؤثرات الخاصه بالجانب الالكتروني لها تاثيرات بتعطي موجات كهرومغناطيسيه بتاثر على وظيفه الدماغ، بتعمل عمليه ضعف عندي. فبالتالي حته التواصل البصري والتفاعل الاجتماعي دول وقعوا مني. لهم تاثير بقى على الجانب اللغوي. انا مفترض الطفل من عمر 1 لـ2 بيطلع مجموعه اصوات او مجموعه بعض الكلمات، يا صوت المناغاه من عمر 6 شهور، ثم الطفل بعد سنه يطلع كلمه ثم كلمتين. فاذا الاب والام مباشره اول ما نلاقي عندنا في قصور من عمر سنه لعمر سنتين او 3 سنوات في التواصل البصري، في التفاعل الاجتماعي، في قصور اللغوي، على طول يبادروا ب طبيب مختص، سواء طبيب نفس اطفال او استشاري تخاطب او هكذا. دي مؤشرات من عمر 3 سنين لعمر 4 سنين. لو افترضت ان الطفل الحمد لله رب العالمين عدى المرحله دي وكان في تواصل بصري وكان في تفاعل اجتماعي والدنيا في مشرتها كويسه، ولكن بتظهر بعض مشكليات، وليكن على سبيل المثال ابن بيقعد على الموبايل وليكن سي ساعه او ساعتين، بناديله ما بيردش عليا، بكلمه يبدا يلوح بيده كده تعبيري عن الغضب او ما اناش فاضي، بكلمه بسرحان مش مركز معايا، الاقي مثلا معدل مفترض ان الطفل مرحله عمريه بيشكل جماعه اقران وجماعه اصدقاء في التفاعل الاجتماعي مش موجودين، بتظهر مجموعه من العناد والعصبيه الزايده في المرحله دي. نعرف ان في حاجه اسمها عدم نضج انفعالي وعدم نضج اجتماعي. يعني بمعنى مفترض ان هو يبدا يكون صداقات، مفترض لما انا بناديله بيرد عليا، مفترض بيشاركني في المهام الاعمال المنزليه، بيتفاعل معايا بشكل او باخر، فهنا في معامل النضج الانفعالي والنضج الاجتماعي هنا واقع مني. فده برضو بيتطلب برضو حاجه يعني جزء خاص بتعديل وبناء السلوك في الجزئيه دي، برضو يتجه فورا للطبيب المختص في هذه الجزئيه. من عمر 6 بقى لعمر 9 سنوات برضو مفترض ان الحد الاقصى للطفل بشكل عام في المرحله دي ومرحله من 3 لـ6 سنوات نص ساعه، ومن عمر 6 لعمر 9 سنوات حد الاقصى قدام الموبايل او الايباد او التليفون اقصى حاجه ساعه، ده الحد الاقصى. الحد الاقصى من عمر 3 لعمر 6 سنوات المفترض انا قاعد مع الطفل وبشاركه، يعني بتشارك معاه بقول له خد بالك ده هيعمل كذا، ده الموقف اللي جاي هيبقى كذا وهكذا، وبتناقش معاه عشان ما يصحش عامل افتراضي. من عمر 6 ل 9 مفترض ان انا ببدا اقعد برده مع الطفل في الساعه دي وبتناقش انت استفدت ايه؟ انت شفت الفيديو دوت فادك بايه او استفدت منه بايه او ايه الاثر اللي انت طلعت منه؟ لو ظهر عند الطفل برضه في الجزئيه دي قعد ازيد معدل من ساعه او ساعتين او 3 ساعات، ده برضه مؤشر خطر ان لو الطفل بدا يتعصب عليا، بدا ان هو يتشبث ويعمل حاجه اسمها تعطيل للحياه، يعني اصبح عنده مهام في الواجب المنزلي، عنده كان في مثلا بيلعب رياضه في نادي مش عايز يروح النادي، يبدا هو نوصل في مرحله تحديات. انا مثلا سي لما بقول له حضرتك لو انت حالا مثلا ما عملتش الهوم ورك بتاعك او المهمه معينه مش هوديك النادي، فيوصل لحته تحدي وعناد. هنا برضه مؤشر خطر ان اصبح السوشيال ميديا واصبح وسائل التواصل الاجتماعي بقت لها تاثير سلبي على تعطيل مهام الحياه نفسها بقى، سواء الواجب المنزلي او خروجات او خلافه. ده مؤشر خطر برضه بيتطلب مني فورا اللجوء لطبيب مختص. طبعا من عمر 9 فيما فوق طبعا دي طور نهايه مرحله الطفوله المبكره، وبرده نفس الاعراض بتاع المرحله من 6 لـ9 سنوات بيطلب برده نفس التدخل بهذه الجزئيه. الحاجه اللي بتزعلني انا على المستوى الشخصي، يعني بشوف بقى الادلت بقى كبار، الناس الشباب الكبار اللي زي الورد، لما تقعد بس تعدي على كافيهات فتلاقي ان كل شاب قاعد مجموعه ده مع بعض كل واحد في موبايله. يعني حاجه كان زمان حاجه ملحوظه، يعني كنا مثلا كنا نتقابل مع بعض مثلا على كافيه معين، كنا نقعد نتكلم مع بعض نتناقش مع بعض في حاجه معينه، لكن حال اصبح نتفق كجروب ننزل على كافيه معين نقعد، فكل واحد ماسك الموبايل بتاعه وقاعد او الايباد بتاعه قاعد شغال في حياه عزله اجتماعيه خالص عن زميله او زميله وخلافه. فدي حاجه بجد حاجه مؤرقه وحاجه مؤلمه اللي على مستوى الشباب او مستوى الاطفال. طيب اعتقد يا دكتور محمد حضرتك قلته ده يعني بنسبه كبيره جدا جدا هيكون عند كل الناس، يعني احنا كده محتاجين استشاره عامه زي ما بيقولوا، يعني صعب جدا طبعا ان يعني اعتقد ان محتاجين وقفه مع الناس كلها في الموضوع ده بشكل عام. يعني والله حضرتك يعني هو ان شاء الله مش حاجه صعبه ومش حاجه مستحيله،
هو حضرتك تلخصت الوعي يعني ان شاء الله، يعني حضراتكم كاعلام يعني مشكورين برضو بتعملوا فوكس على القضايا مهمه زي دي. الشعب المصري بطبيعته اي مواطن، اي مواطن بشكل عام او اي انسان لو عنده قدره انا استطيع يعمل، يعني على سبيل المثال نعمل خطه علاجيه بمنتهى البساطه على مستوى الاطفال، ازاي انا كبيرنت وكاب وام اعلم ابني مثلا سي القراءه، او ان ازاي انا ابدا اعمل عمليه عزل للتواصل الاجتماعي بمنتهى البساطه قلب بيت عقودات. يعني احنا كده بص في حياتنا بشكل عام، في شغلنا، في حياتنا الزوجيه، في حياتنا المهنيه، حتى احنا بنودي اولادنا مدارس تعاقدات مجموعه شروط. فحال الساده المشاهدين هيقول لي هو انا هعمل تعاقد مع ابني وابني هيرضى بيه؟ اقول لك هيرضى بيه في حاله، في حاله ان رقم واحد لازما ابدا اشارك ابني اهتمامه، هو بيحب ايه فعلا؟ يعني ابني مثلا سي مثلا لو بيحب الرياضه معينه، كاراتيه، جمباز، ايا كان، ادخل الاهتمام بتاعه. لو هو بيحب لعبه معينه، لعبه معينه على السوشيال ميديا، برنامج معين، اتشارك معاه في البدايه خالص لحد ما يحس انا وهو واحد، تون واحد، وابدا اقول له زي الفل احنا متفقين مع بعض ان احنا نتفرج كل يوم على البرنامج دوت. لو هو مثلا سي معدل مشاهدته من 5 ساعات لاربع ساعات، فهنبدا نقول له خلاص احنا متفقين بس هنقلل بكره ساعه في نظير ان مثلا سي هديك معزز كده. كل طفل عنده مجموعه معززات ماديه او معنويه، بيحب لعبه معينه، بيحب يلعب حاجه معينه، بيحب يجيب له مثلا هديه معينه وخلافه. ببدا من اعمل تعاقد بنظام كده شراكه خطيه لايام الاسبوع. يوم السبت مثلا سي قعدنا 4 ساعات، فبديه معزز فوري لحد 4 ساعات وخلافه. ببدا انزل بالمعزز بالتايم بتاعي من 5 ل 4 ل 3 ل 2 وهكذا. ابدا في نفس الوقت اشوف جماعه، اشوف منظمات المجتمع المدني، يعني على سبيل المثال عندي وزاره الشباب والرياضه، وزاره الثقافه، وزاره التنمية الاجتماعي، بتقدم بعض البرامج القويه جدا اللي هي بتعمل الفه وابتدى اسحب الطفل من العالم الافتراضي لعالم الواقع. اشوف ايه الانشطه الموجوده في الوزارات دي وابدا اخرط ابني اجتماعيا في هذه الجزئيه، مع تزامن مع التعاقد اللي انا عامله معاك يوميا في معدل، في نزول معدل اللي هو ادمان الانترنت من 5 ثم 4 ثم 3 ثم ساعة ثم ساعتين الى ان نتفق ونثبت ساعة معينة. القصة بحالها بنتكلم دلوقتي بقول لك والله انا مش هقدر، مش ده ابني مش هيرفض. طبيعي ان هو يرفض بشك، ما هو مش من اول وهلة، هقول لك امين وزي الفل، بس طريقة حضرتك كانت في اسلوبك في عرضك فن اقناعك بتمسكك وتركيز المعززات لازم نستجيب. احنا في الاخر احنا بشر، هي فن المعامله وفن التكنيك مع هذا الطفل في المرحله العمريه دي بيجيب استجابه. بالدليل القاطع احنا كلنا لما بنحط في اطار عمل في سيستم معين الدنيا بتمشي بنظام كويس، واحنا بنتابع التعليمات والقواعد. والدليل القاطع ان هو لما بيخش في النظام المدرسي بيلتزم بالتعليمات. صحيح. اذا وعنده قدره على التغيير وقدره على الالتزام والانضباط يعني. شكرا جزيلا دكتور محمد، شرفتنا، والحقيقه كلام حضرتك مهم، يا ريت واخذ في الاعتبار بشكل واضح الاسره لازم تحط في اعتباراتها الموضوع ده، لان الموضوع والله مش بالسهوله الممكنه، لازم هياثر على حياته بكره وبعده بشكل واضح جدا. ده كده فهمت. شرفتنا دكتور محمد، ويومك سعيد ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور محمد محمود صبره، استاذ الصحه النفسيه والارشاد النفسي بالجامعه الامريكيه، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. نخرج لفصل قصير ومن بعد حوار جديد من حواراتنا مع زميلي محمد شعبان بعد الفاصل، ابقوا معنا.